كثيرون هم من يحلمون بالسفر خارجاً وترك بلدانهم وبدء حياة أفضل لهم ولمستقبل أولادهم، لكن الغريب أن معظم من حقق حلمه وتغرب يعيش في قلبه غصة ومرارة. فمشاعر الغربة وعدم الألفة والبحث الدائم عن أناس يشبهونك وبيت تعرفه ويعرفك هي ما تجعل الحياة أشد صعوبة وظلمة. تدرك مع مرور الأيام والسنوات أن الحياة التي اخترتها لا تلائمك أو لا تلائم أبنائك، لربما فعلت حين كنت شاباً يافعاً تجول الدنيا لتبحث عن ذاتك، لكن المدة التي قضيتها كفيلة بأن تجعلك ليناً مشتاقاً لوطن تحمل هويته ولغته، ثقافته ودينه. تدرك أن بيت الشعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن شحوا علي كرام لم يكن مبالغاً بوصفه، بل إنه يعبر عما لم تستطع قوله أمام الملأ. ثم التفكير بالعودة يوماً ما. العودة لأحضان الوطن هي حلم من أحلام المغترب ينتظره طويلاً ويسكن في قلبه وعقله حين يبدأ بتخيل اللقاء والجلوس مع العائلة، لكنه يعيد التفكير مراراً وتكراراً بكل ما فعله في البلاد الغريبة. هل قرار العودة إقرار داخلي بفشل هذه التجربة؟ هل يمكن أن يفشل بعد كل السنين التي أفناها محاولاً الوصول إلى مبتغاه؟ لا نستطيع أن ننكر أن للغربة مميزات تشدنا إليها، فرفاهية المعيشة والأجور المرتفعة هي ما تستدرج الشبان وتغويهم للاندفاع خارجاً، كونهم يحلمون بحياة أفضل لهم ولعوائلهم. لكن إذا لم تكن مجبراً على الرحيل فعليك أن تفكر جيداً قبل أن ترزم حقائبك. هل يستحق هذا أن تخسر جذورك؟